حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها كالعادة بالعناوين. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير: إسرائيل تحول ممر النزوح إلى مصيدة لقتل واعتقال الفلسطينيين في غزة. هل سيؤدي إقصاء مجلس القيادة من المحادثات السعودية الحوثية إلى حرب جديدة؟ هديل عبد الواسع قصة فتاة فقدت يديها وما زالت تدرس وتكتب. أهلا بكم. اهتم موقع الجزيرة نت بما يحدث من قصف إسرائيلي وحصار على مستشفيات غزة وبالوضع الصحي المنهار هناك، وقال نقلا عن الصليب الأحمر إن وضع المنظومة الصحية في القطاع بلغ نقطة لا عودة. بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل قتلت 13 شخصا في قصف مبنى العيادات في مستشفى الشفاء الذي تؤوي ساحاته آلاف النازحين. وبالنسبة لمستشفى القدس، فقد قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قناصين من قوات الاحتلال استهدفوا مستشفى القدس وقتلوا شخصا وأصابوا 28 آخرين، معظمهم من الأطفال، كما قصفوا المستشفى الإندونوسي. وفرض الاحتلال على مستشفى النصر للأطفال ومستشفى العيون في غزة حصارا لليوم الرابع، أما مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال وإضافة إلى حصاره فقد اندلع حريق كبير في الطابق السفلي للمنشأة وبعض مرافقها بسبب القصف الإسرائيلي. يتابع الموقع أن مستشفيات القطاع تعاني وضعا كارثيا، إذ لا يوجد ماء أو طعام يقدم للمرضى والنازحين. تحاصر دولة الاحتلال الإسرائيلي غزة من جهات ثلاث، وقبل أيام أعلنت أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين جنوب المدينة. لكن هل فعلا هذا الممر آمن كما يقول الإسرائيليون؟ موقع عربي 21 نقل في تقرير عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه تلقى شهادات لنازحين فلسطينيين تفيد بتحويل إسرائيل ممر النزوح رفح إلى مصيدة قتل واعتقال وعمليات تنكيل وممنهجة وواسعة النطاق. بحسب الموقع، فقد جمع فريق الأورومتوسطي شهادات لنازحين عبروا الممر على مدار الأيام الماضية وتحدثوا عن إفادات صادمة عن حوادث قتل واعتقال وإذلال متعمد لهم. المرصد منذ صدور أمر الإخلاء الإسرائيلي حذر من مخاوف قانونية وإنسانية خطيرة على سلامة الفلسطينيين، كما أنه يشكل تهجيرا قسريا ينتهك القانون الدولي الإنساني وقد يرتقي إلى جريمة حرب. يقول التقرير إن إسرائيل لا توفر للنازحين ملجأ أو وسيلة نزوح آمنة، بل تستهدفهم خلال ذلك في خرق صريح لقوانين الحرب التي تحظر أي أعمال تبث الذعر بين المدنيين. طالب الأورومتوسطي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تقدم بلاده مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 4 مليارات دولار تقريبا لإسرائيل، طالبها بالتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتنكيل التي تمارسها إسرائيل عبر ما تقول إنه ممر آمن للفلسطينيين. في عام 1975 أشاع قادة نظام الخمير الحمر في كمبوديا أن أمريكا بصدد ضرب عاصمة الدولة بالسلاح النووي للقضاء على النموذج الشيوعي الرائد في كمبوديا. على إثر ذلك تم إجلاء ملايين البشر من العاصمة. بهذا المدخل يعقد الكاتب سامر علاوي مقارنة بين ما حدث في كمبوديا خلال سبعينيات القرن الماضي وبين التهديد الذي تلقاه الفلسطينيون بأن إسرائيل قد تستخدم السلاح النووي، وجاء في المدونة: من أجل دولة يهودية نقية لم يبقى للاحتلال إلا التلويح بقنبلة نووية لترويع الفلسطينيين، وهو يمارس حرب إبادة قد تكون أفظع من تلك التي مارسها الخمير الحمر في كمبوديا في سبعينيات القرن الماضي. فاستنساخ التهجير القسري على وقع الترويع النووي
تبدو سياسة واقعية لدى مجتمع قام على أساس الإحلال وليس مجرد احتلال عسكري قمعي أو استعماري لأهداف اقتصادية أو للسيطرة على موقع استراتيجي فحسب. جوبهت استراتيجية التهجير القسري الإسرائيلية الصاخبة للفلسطينيين برفض دول الجوار، وهي الدول التي يسود انطباع واسع بأن سلطة الاحتلال تتكئ عليها لضمان أمنها. وتراجعت القوى الغربية الرعية للكيان المحتل عن دعم أحلامه بتفريغ الأرض، وأحبط الفلسطينيون بمقاومتهم المسلحة وصمود شعبهم الأعزل خطط التهجير المبيتة. يتواصل مسلسل الإبادة الإسرائيلية بآلة القتل الأمريكية، وتتواصل معه أزمة انفصام بنيوية لدول الطوق المحيطة بفلسطين، ولا تفلح الخطابات العصماء وذرف الدموع من قبل قادة دول مطبعة بالتهدئة من روع شعوبها، إذ إن الدم لا يصبح ماءً، ولا يمكن فصل مياه النهر بالعصا بذريعة حماية حدود مصطنعة. لقد اكتشفت شريحة مهمة من مفكري الغرب ومثقفيه أن إسرائيل التي أرادها ليست هي الموجودة اليوم، فهي تمارس العنصرية بين شعبها شرقيين وغربيين، علاوة على ممارسة فصل عنصري أكثر وضوحاً بل أسوأ من نظام الأبرتايد البائد في جنوب إفريقيا، وعززته تصريحات قادة الاحتلال بوصف الشعب الفلسطيني حيوانات بشرية. بعد أكثر من 15 يوماً على الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة، هل ما زالت إسرائيل تظن أنها قادرة على هزيمة فصائل المقاومة هناك؟ قال موقع عربي بوست نقلاً عن موقع المونيتور الأمريكي أن القادة الإسرائيليين يعترفون بأن حركة المقاومة حماس لا تزال بعيدة عن نقطة الانهيار. الموقع نقل عن مصدر عسكري إسرائيلي كبير لم يذكر اسمه قوله إن حماس ما زالت تحتفظ بمعظم قوتها، فهم يختبئون تحت الأرض وبإمكانهم التنقل بين جنوب القطاع وشماله من خلال شبكة الأنفاق الواسعة. كذلك نقل الموقع الأمريكي عن ضابط آخر في جيش الاحتلال أنه خلال الأنفاق يمكن لمقاتلي الحركة الخروج وسط قوات الاحتلال وضربها والعودة فورا إلى تحت الأرض، مؤكدا أن التغلب على هذا يحتاج إلى وقت. يشير موقع المونيتور إلى أن جيش الاحتلال اختار المضي في عملية بطيئة، وقال إن ضباط الجيش يدركون أن القضاء على حماس سيستغرق أسابيع إن لم يكن أشهرا، مشيرا إلى أن هذا الوقت لا تملكه القيادة الإسرائيلية. نقل موقع عربي بوست عن مصدر في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها العسكري المعلن والمتمثل في القضاء على حركة حماس. احتج الكثيرون على ما يحدث في غزة من حرب إسرائيلية وحشية على المدنيين، منهم من استقال من عمله الذي يدعم إسرائيل، ومنهم توقف عن المشاركة في الأعمال الفنية، ومنهم من استقال من منصبه الحكومي، ومنهم من قاطع المنتجات الداعمة لدولة الاحتلال. لكن الروائي المصري شادي لويس بيتروس احتج على مواقف فرنسا الداعمة لإسرائيل على طريقته، فكتب في صفحته التالي: الأصدقاء الأعزاء، قبل شهور أختيرت الترجمة الفرنسية لروايتي على خط غرينتش للقائمة القصيرة لجائزة معهد العالم العربي في باريس. كان من المفترض حضوري ندوة في باريس يوم 18 من هذا الشهر ضمن برنامج الجائزة، ثم إعلان نتيجة الجائزة يوم 28. قبل قليل كتبت لدار النشر الفرنسية أكتزود، وهي من تقدم للجائزة، وأعلمتهم بقراري بسحب اسمي من الجائزة، وهذا مقتطف من الرسالة. بعد تفكير طويل في ظل الأحداث المأساوية الراهنة التي تشهدها غزة، توصلت إلى قرار الانسحاب من جائزة معهد العالم العربي. لقد كان شرفاً لي الوصول إلى الجمهور الناطق بالفرنسية من خلال ترجمتكم لروايتي على خط غرينتش، كما أن التغطية الصحفية الفرنسية الإيجابية للرواية شرفتني، ومع ذلك أجد صعوبة في التعامل في هذه الأوقات مع أي مؤسسة فرنسية لها انتماء أو مكانة رسمية،
إن انسحابي ليس حتى احتجاجاً على الموقف الفرنسي الرسمي بشأن غزة، إذ أنني أجد المأساة ساحقة إلى حد أن الاحتجاج لا معنى له. هذا القرار لي فقط حتى يكون ضميري مرتاحاً. في ترجمة خاصة لموقع الموقع بوست، نقلاً عن مقال نشر في مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن المحادثات الجارية بين السعودية والحوثيين، قالت الكاتبة فينا خان إن إقصاء مجلس القيادة الرئاسي من المحادثات الجارية بين السعودية والحوثيين مخاطرة بإغراق اليمن مجدداً في الاضطرابات ودخوله دورة عنف جديدة. ذكرت المجلة في تحليل للباحثة أن الاتفاق السعودي الحوثي الذي يترك اليمن عرضة للصراع يمكن أن يتعارض مع المصالح الأساسية للإمارات في البلاد. وعن انفراد السعودية بمحادثات مع الحوثيين دون إشراك دول الغرب، قالت الكاتبة إنه ومع عدم وجود أدلة تذكر على إحراز تقدم، فإن تهميش اللاعبين الغربيين يمكن أن يشكل تحديات مستقبلية للرياض والغرب معا. وأضافت كاتبة فورين بوليسي أنه يجب على السعودية إعادة الأمم المتحدة والأطراف اليمنية إلى الحظيرة لتنشيط عملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة، بناء على أن الرياض تريد تحويل تركيزها إلى رؤية 2030 وهي خطة طموحة لإصلاح اقتصادها وجذب السياح. قالت خان إنه يمكن للحوثيين إفساد هذه الخطة من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المملكة كما فعلوا طوال الحرب. تتزايد الضغوط على نتنياهو من أسر الرهائن ونتائج الحرب والمحاسبة السياسية. سعد العجمي في مقال له نشر في إندبندنت عربية يتحدث عن خيارات نتنياهو المرة وجاء فيه: قد يكون لإعلان نتنياهو بأنه سيحتل غزة تفسيراً، إما أنه يمارس حرباً نفسية وطمأنة لجمهوره بأنه سيحتل غزة في محاولة لخلق انطباع بأن المسألة مسألة وقت قبل السيطرة عليها، على الرغم أن الجيش الإسرائيلي يواجه مقاومة شرسة من المقاتلين الفلسطينيين أثارت إعجاب خصومهم قبل مؤيديهم. عقبات أشد وأعتى باحتلال غزة بعد تدميرها وخرابها، وسيجد أكثر من مليوني فلسطيني غاضب وناقم على الحرب وما خلفته من مآس ودمار، فلا يكاد يوجد في غزة اليوم من لم يفقد أحدا من عائلته أو أقربائه أو أصدقائه ومعارفه. لعل احتمال أن تصريح احتلال غزة يعكس تخبطا هو الأقرب إلى الصحة، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن إعلان احتلال غزة ثانية لم يردده أعضاء حكومة الحرب التي شكلها لشن الحرب على غزة، مما يعكس تضاربا في المواقف حيال تطورات الحرب وكيفية إدارتها بل وكيفية إنهائها. إذا سرت يوما في قسم علم الحاسوب في معهد للتدريب الفني والمهني بمدينة تعز ورأيت فتاة تدرس مبتورة اليدين تكتب بقدمها وقد حصلت على تقدير امتياز في الثانوية العامة، فلا تتعجب لهذا النجاح. تلك هي هديل عبد الواسع، الفتاة التي فقدت يديها جراء قذيفة حوثية. يستعرض موقع المشاهد نت آثار القصف الحوثي على هديل، كيف فقدت أملها ثم عادت إلى الحياة، وتقول: كنت عائدة إلى المنزل بعد رعي الماشية في جبل حبشي، لكن قذيفة حوثية أدت إلى بتر يدي كلتيهما وإصابتي بجروح. تضيف: بعد إصابتي نقلت إلى مستشفى البريهي وأجريت لي عدة عمليات، وأثناء خروجي إلى غرفة الرقود وجدت أن شيئا ناقصا في جسدي، فوجئت أن يدي مبتورتان. تواصل هديل حديثها للمشاهد: بعد 40 يوما في المستشفى بدأت أحاول مساعدة نفسي لكنني لم أستطع فعل شيء، كنت أنتظر أمي حتى تعود لتساعدني، كنت عاجزة عن استخدام القلم. تذكرت كيف كنت أمارس الكتابة سابقا، بدأت محاولتي باستخدام القلم بقدمي لكنني لم أتمكن من ذلك، تدربت كثيرا حتى استطعت الكتابة والتغلب على الإعاقة. تستمر هديل في حديثها: قد تشكل الإصابة عائقا أمام النجاح، لكن ذلك لا يعني بالضرورة صعوبة التغلب على ذلك. أعترف أنني واجهت تحديات كثيرة لكني لم أستسلم وسعيت لإكمال تعليمي.
رغم فتح موانئ الحديدة ووصول كميات كبيرة من الوقود دون أي قيود، ورغم انخفاض الوقود عالميا، إلا أن المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لا يمكنهم أن ينعموا بأي نقص في سعر الوقود، بل على العكس، فقد قررت ميليشيا الحوثي مفاقمة معاناة السكان. موقع المصدر أونلاين قال إن ميليشيا الحوثي فرضت جرعة جديدة برفع أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها بنحو 500 ريال لكل 20 لتر من البنزين والديزل. قالت شركة النفط الخاضعة للميليشيا إنه بعد احتساب تكاليف سفن الوقود الواصلة مؤخرا إلى موانئ الحديدة عبر مستوردي المشتقات النفطية، فإن تكلفة الوقود ستتغير من اليوم. وفي تفاصيل الخبر، أفاد الموقع أن سعر 20 لتر بنزين هو اليوم أو ديزل هو اليوم 9500 ريال بإضافة 500 ريال للسعر السابق. زعمت الميليشيا أن الإضافة جاءت بسبب تغير السعر العالمي. يضيف أن الجرعة الحوثية الجديدة جاءت رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان في مناطق نفوذهم. عن محمد المسح، الشاعر اليمني الذي ينتمي لجيل الكبار، كتب الصحفي سامي غالب مقالا في موقع النداء وضع له عنوان زمن المساح، وقال فيه: يستحق الأستاذ محمد المساح أن نحتفل به، إذ يعود من بعيد للقاء أحبته القراء من بعيد. يصعب الإمساك باللحظة الزمنية للمساح في جملة سطور، لكن الأكيد أن غيابه ليس عاديا بالمرة، فهو كلمة السر التي تفتح أمامنا كل الألغاز في يمن يتخطفه أمراء الحرب والمقامرون والمقاولون الذين يشتغلون لصالح الدولة الشقيقة والصديقة. عاش محنا كبرى بدا معها أن زمنه أفلت منه وما عاد يصغي إلى ندائه، ومثله مثل ملايين اليمنيين، فإن كلمتي فقد الوطن فقدتا استخدامهما المجازي في الكتابات والأشعار، إذ تجسدتا في محنته هو في تاريخ يتسرب بين أصابعه، وهو ابن شاب تسرب من وسط أسرته إلى ساحات الاقتتال قبل أن يختفي في بقعة ما من يمن المحتربين. أما لحظة المساح في يومية الثورة اليمنية فابتلعها ثقب أسود مع الثورة. طلبت من الأستاذ القدير عبد الرحمن بجاش أن يحاول إقناعه بكتابة زاويته في موقع النداء، فوعد ببذل جهده مع صديق يعرف طباعه وعاداته. في الأثناء طلبت من الصديق العزيز الخطاط أحمد منصر أن يرسم بخطوطه هو لحظة المساح، فكانت بفضلهما لحظة يا زمن. وضعت صحيفة الغارديان تحذيرا يقول: قد يجد بعض المتابعين هذه الصور مؤلمة. هي مجموعة صور تصل إلى 20 اختارتها الصحيفة لهذا الأسبوع عن الحرب الإسرائيلية على غزة وحرب أوكرانيا وموضوعات أخرى. سنكتفي بنشر 9 منها تتعلق بالحرب على القطاع. نتابع. إلى جولتنا الأخيرة وفيها أبرز رسومات الكاريكاتير لهذا اليوم. نتابع. We'll be right back.
بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.